السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، بتمنى تكونوا بخير، بتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم، بتمنى تكونوا بتستفيدوا منها. أي ملاحظات بتمنى تكتبوا لي إياها بالكومنت عشان أستفيد منها وعشان أقدر أساعدكم أكثر وأطور من صفحتي أكثر. بداية اليوم موضوعنا عن الإنسولين، واحد من الهرمونز اللي بيعمل ريجوليشن للبلد جلوكوز. في حديثنا عن الإنسولين لازم نحكي إنه الإنسولين من وين بينفرز. رح نحكي عن البنكرياس. في على البنكرياس جزيرة بنسميها Islets of Langerhans. هاي الجزيرة بتضم مجموعة clusters of cells، مجموعة من الخلايا. من ضمن هاي الكلاستر of cells في عنا بالcentral لهاي الجزيرة ما يسمى بالبيتا cells، وبالperipheral عنا الالفا cell. اليوم رح نركز طالما بنحكي عن الانسولين عن البيتا cell. خلينا نربط الأشياء ببعض عشان ما ننسى هاي المعلومة. البيتا سيل من بي يعني beautiful lady. beautiful lady دائما beautiful lady عشان تعطي السكريشن تبعونها بتحتاج انه نقدم لها مجموعة من الكاندي، من الشوكولات، من النيوتريانت حتى هي تكون مبسوطة وتعطينا هاي السكريشن تبعونها. فدائما خلينا نربط الانسولين بينفرز من البيتا سيل اللي هي البيوتيفول ليدي في حال ارتفاع الجلوكوز اللي هو لما يتقدم لها الكاندي والشوكولات وهاي الامور. فاليوم بدنا نحكي عن الانسولين كستركتشر. الستركتشر للانسولين هو عباره عن بولي بيبتايد هرمون، بيتكون من تو تشين، الاي تشين والبي تشين. الاي شين 21 امينو اسيد والبي شين 30 امينو اسيد، يعني التوتال 51 امينو اسيد. هدول الاي شين مع البي شين في بينهم انتر شين. الانتر شين بتكون بتربط الاي شين مع البي شين بمكان اي 7 مع بي 7 وايضا بمكان اي 20 مع بي 19 وايضا بيكون في انترا شين ما على الاي انترا شين على الاي شين. هاي الانترا شين ايضا بس نوت انه الانتر شين ما بين الاي شين والبي شين بتكون دايسلفايد باوند، وايضا في عندنا دايسلفايد باوند على الاي شين بتربط الامينو اسيد 6 مع 11. طبعا الفاريشن بين سبيشيز بيعتمد على الامينو اسيد 8 و 9 و 10 وأيضا السي تيرمينال للبي شين. هذا هو الستركتشر للإنسولين اللي هو بيكون بنسميه أكتف إنسولين. مثل ما إحنا ملاحظين عنا بي شين وعنا أيضا أي شين. هلأ على الأي شين نمبر 7 مثل ما إحنا ملاحظين هون عدو 1 2 3 4 5 6 7 على الأي شين نمبر 7 مع البي شين نمبر 7 من الامينو اسيد نمبر 7 في عندنا دايسلفايد باوند، وايضا عند الاي شين نمبر 20 مع البي شين نمبر 19 من الامينو اسيد نمبر 19 في عندنا ايضا دايسلفايد باوند. وفي عندنا انترا شين على البوزيشن 6 1 2 3 4 5 6 على البوزيشن 6 مع البوزيشن نمبر 11 6 7 8 9 10 11 تمام. فهاي الدايسلفايد باوند اللي بتكون رابطه هدول التو تشين مع بعض. اوكي هلا احنا اليوم بدنا نحكي عن البايوسينثيسيس للانسولين. مثل ما احنا حكينا في البداية، حكينا انه الانسولين هو عبارة عن بروتين هرمون. دائما دائما بدنا نخلي في بالنا تصنيع البروتين هرمون بده باي اشي بروتيني بده يبلش عنا دي ان اي ام ار ان اي، بده يصير الترانسليشن للامينو اسيد. فبالتالي انا لما احكي عندي بروتين هرمون لازم يكون عندي دي ان اي نبلش منه ترانسكريبشن، بعدين ام ار ان اي نعمل منه ترانسليشن نحولها لبروتين. فاحنا في عنا على الكروموسوم نمبر 11 في عنا دي ان اي المسؤول عن تصنيع الانسولين.
بداية أول ما بيكون بيكون في عنا الدي ان اي بيصير له ترانسكريبشن، بعديها بيتحول ل ام ار ان اي، الام ار ان اي بيصير له ترانسليشن بيعطيني امينو اسيد. هلا هذا الامينو اسيد من اول بدايته بنسميه بري برو انسولين. بري برو انسولين بيكون متكون من 109 امينو اسيد. هلا هذا البري برو انسولين بده يروح على الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. بالرف اندوبلازميك ريتيكولوم بيلاقي انزيم اسمه الاندوبيبتايديز. هلا هذا الاندوبيبتايديز شو بيعمل؟ بقص لي السكشن الاول اللي تصنع من البروتين بنسميه الانيشال سيجمنت وبيتخلص لنا منه. هذا السكشن الاول اللي هو بيكون 23 امينو اسيد بنتخلص منه، فبيتحول من بري برو انسولين لبرو انسولين. البرو انسولين بيكون البرو انسولين 86 امينو اسيد. هذا البرو انسولين بينتقل من خلال باكيول بياخذهم من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم بيروح للجولجي ابريتس. بالجولجي ابريتس ايضا بيلاقي بروتياز انزيم ثاني بيروح بيعمل كليفج لشيء اسمه سي بيبتايد. هلا بس اورجيكم شكل الانسولين بتعرف كيف بيكون مراحله. بيكون في عندنا منطقه مثل حرف السي، سي بيبتايد متكونه من 33 امينو اسيد، بيجي هذا البروتياز وبقصها. بعديها بتطلع هاي الاكتيف انسولين بالفاكيول من الجولجي ابريتس. ممكن يكون فيها انسولين وسي بيبتايد وجزء بسيط من البرو انسولين. هلا الاكتيف انسولين بيكون بيتكون من 51 امينو اسيد، داخل فيهم دايسلفايد باوند عند ال A7 وال B7 وال A20 وال B19، وايضا انترا شين ما بين البوزيشن 6 والبوزيشن 11. هلا بالصور رح نوضح الشكل اكثر. تمام، هلا هون عندنا ما يسمى بالبرو انسولين. البرو انسولين قبله بيكون في عندنا سلسله هون، هاي السلسله اللي موجوده عندنا هون لما يفوت هذا البري برو انسولين، البري برو اللي هو البريكيرسور الاول، البري برو انسولين لما يفوت على الرف اندوبلازميك ريتيكولوم بيصير له كليفج. لما يصير له كليفج بالرف اندوبلازميك ريتيكولوم عن طريق الاندو بيبتايديز بينتقل بعديها من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم لوين؟ اتفقنا للجولجي أباريتس. بالجولجي أباريتس بنروح بنتخلص من ما يسمى بالسي شين، هاي السي بيبتايد شين اللي هي حكينا عليها 33 أمينو أسيد مثل ما احنا متذكرين بهذا السلايد. اتفقنا انه السي بيبتايد شين هي عبارة عن 33 أمينو أسيد، فبعديها بعد ما نزيل السي بيبتايد شين بصفي عنا الأمينو أسيد اللي تكون عنا أو البروتين متكون عنا متكون من 51 أمينو أسيد، 21 على الـ A شين و 30 للـ B شين وبينهم دايسلفايد باوند على الـ A7 مع الـ على هون خلينا هون على الـ A7 مع الـ B7 وعلى الـ A20 مع الـ B19 وأيضا انترشين ما بين البوزيشن 6 و 11. وهيك بيكون عندنا تكون الأكتيف انسولين. تكون الأكتيف انسولين خلينا نحكي أربع مراحل. بري برو انسولين بتكون معه الانيشال سيجمنت اللي بيتم إزالتها في الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، وبعديها بصير عندنا البرو انسولين اللي بيكون معه السي بيبتايد شين، فبتم إزالة السي بيبتايد شين عن طريق البروتياز اللي موجود عندنا بالجولجي أبريتس، وبيضلوا الأكتيف انسولين موجود داخل فاكيول في الجولجي أبريتس بالمرحلة بري برو انسولين، برو انسولين والأكتيف انسولين. هيك صفوا عندنا ثلاث مراحل، مش أربع مراحل. تمام، وبيكونوا موجودين بهذا الفاكيول. حكينا مرات بيكون في نسبة قليلة من البرو انسولين موجودة داخل هاي الفاكيول. هلا الشاهد اللي احنا بدنا نحكي انه دائما لما ينفرز عندنا الأكتيف انسولين بيكون معه إكوي مولر نسبة متساوية السي بيبتايد شين، لأنه أوريدي لما تصنع السي بيبتايد شين كانت مرافقته. فإحنا لما نفرز الأكتيف إنسولين بيطلع معه السي بيبتايد شين بنفس القيمة.
هلا بدنا نحكي عن السكريشن للانسولين. السكريشن للانسولين اول شيء اتفقنا انه موجود بفاكيول. الفاكيول لما طلع عندنا من الجولجي ابارتس طلع على شكل فاكيول، شكله بيكون هيكسامر. شو يعني هيكسامر؟ يعني سداسي. بيكون معه ايون زنك ايون، وايضا تو زنك ايون، عفوا تو زنك ايون، بيكون معه 1 كالسيوم ايون، يعني معه 2 زنك وواحدة كالسيوم داخل فاكيول، بيكون هو طالع من الجولجي ابارتس. تمام، تقريبا 50 يونت من الانسولين بيصير لها سكريشن ديلي بير ديل بير ديل. ما نسبته 5 ل 15 مايكرو يونت هو النورمال رينج للمايكرو يونت بيرمل، هو النورمال رينج للانسولين في جسمنا. البرو انسولين تشكل ما نسبة 5 ل 10% من التوتال انسولين ميجرد ان بلازما، يعني قد ايه عندك من البلازما انفرز وقست نسبة الانسولين فيه، 5 ل 10% بده يكون عندنا برو انسولين. برو انسولين has about 1/3 biological activity of that insulin، يعني الاكتف البيولوجيكال اكتف اللي هو الانسولين، الليس بيولوجيكال اكتيفيتي 1/3 تشكل ثلث البيولوجيكال اكتيفيتي هو البري عفوا البرو انسولين. الانسولين والسي بيبتايد مثل ما احنا اتفقنا are synthesized and secreted in equimolar quantity، لانهم تصنعوا مع بعض فبينفرزوا مع بعض بنسب متشابهه. فبالتالي الميجرمنت للسي بيبتايد هي عباره عن اندكس تعطينا مؤشر للسكريشن اذا للانسولين. فاذا انت بدك تاخذ انه هل نسبه الانسولين تفرز بطريقه جيده، ممكن نلجا الى فحص السي بيبتايد، رح نحكي لكم عليها لقدام بحالات ثانيه متى بنلجا لفحص السي بيبتايد. بعض الاشخاص بصير عندهم ميوتيشن، بتعمل هاي الميوتيشن تشينج بالامينو اسيد اللي هي مسؤوله عن فبتغير من مكان الكليفج بوينت للسي بيبتايد، فبتكون ما يسمى بالفاميليال برو انسولينيميا. وهيك بنكون حكينا عن كيف بيصير عمليه السكريشن للانسولين باهم المعلومات. لكن بفيديوهات لقدام ان شاء الله رح نشرح عن الميكانيزم. اليوم ممكن اعطيكم نبذة بسيطة عن طريقة السكريشن للانسولين. طريقة السكريشن للانسولين بتعتمد على الجلوكوز ترانسبورتر بروتين. هذا الجلوكوز ترانسبورتر بنسميه جلوت 2. هذا الجلوكوز ترانسبورتر بيسمح بدخول الجلوكوز الى داخل البيتا سيل. هلا لما يسمح لمرور الجلوكوز الى داخل البيتا سيل، شو اللي بيصير عندي؟ اللي بيصير عندي انه في داخل البيتا سيل لما بيكون على راس هذا الجلوتاميل 2 بيكون دومين، الدومين اللي استقبل فيه الجلوكوز بيدخله لجوا. بس يدخل الجلوكوز لجوا شو بيلاقي؟ بيلاقي اللي هو الجلوكوكاينيز. مجرد ما لقى الجلوكوكاينيز، الجلوكوكاينيز شو بيعمل له؟ بيعمل له فوسفو ريليشن. شو يعني؟ يعني بيعمل له بيحوله من جلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت. هلا الجلوكوز 6 فوسفيت شو بتعطيني؟ بتمر بكاسكيد كتير طويلة، بتصير فيها جلايكوليسيس، فبتمر بكاسكيد طويلة بتنتج منها بايروفيت. هلا بعد ما تنتج عندنا البايروفيت ايضا بتروح بالميتوكوندريا خلال يعني بمساعدة من الكريبس سايكل، بتنتج عندنا بتستهلك عندنا الـ ADP وبتعطينا ATP. هلا هذا الـ ATP اللي بينتج بيروح بيشتغل على البوتاسيوم شانل اللي موجودة عندنا في البيتا سيل. لما يشتغل على البوتاسيوم شانل شو بيعمل فيها؟ بيروح على البوتاسيوم شانل، البوتاسيوم شانل بالأصل تكون open، فشو بيعمل لها؟ بيخليها كلوز. فبالتالي البولاريتي تبعتها، هلا المفروض انه لما تكون اوبن بتكون البوتاسيوم عم تطلع لبرا، فالبولاريزيشن لها بتكون ماينس 70. هلا مجرد ما احنا حبسنا البوتاسيوم داخل البيتا سيل شو بده يصير عندنا؟ بده يصير عندنا ما يسمى بالديبولاريزيشن. هذا الديبولاريزيشن مباشره بيشتغل على الكالسيوم شانل. لما يشتغل على الكالسيوم شانل بيسمح بمرور الكالسيوم الى الداخل، والكالسيوم بيشتغل على السكريتوري فيزل اللي حافظه عندنا الانسولين، وبتخليها تفرز الانسولين وتطلعه لبرا.
برا. بالفيديوهات الجاي رح اشرح لكم بطريقة مفصلة عن هذا الموضوع، وبتمنى انها تنال اعجابكم، وبتمنى انه الفيديو اليوم يكون مفيد لكم واستمتعتوا فيه، ويعطيكم الف عافية وبالتوفيق ان شاء الله.